النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً بيواجه كتير مننا، وهو إدمان الإباحية. هنعرف مع بعض إزاي نواجه المشكلة دي ونقدر نتغلب عليها بخطوات فعالة. في البداية لازم نفهم إن الاعتراف بالمشكلة هو أول خطوة في طريق الشفاء. كتير من الناس بيكون عندهم إحساس بالخجل أو بيحاولوا ينكروا وجود مشكلة، لكن الحقيقة إن مواجهة المشكلة هو الأساس اللي بنبني عليه خطوات الشفاء. في كتير غيرك بيمروا بنفس التحديات، والاعتراف بالمشكلة بيبدأ إنك تشوفها وتفهمها عشان تقدر تتعامل معاها. مهم جداً إننا نعرف إن الإدمان على الإباحية ممكن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والجسدية وكمان على العلاقات الاجتماعية. عشان كده أول خطوة هي الاعتراف بأن في مشكلة، وده بيخلينا نقدر نشتغل على حلول عملية. نيجي بقى للنقطة الثانية، وهي تطوير العادات الصحية. دي حاجة حيوية جدا في عملية التعافي. إزاي نبدأ بقى؟ أول حاجة نبدأ بيها هي الرياضة. ممارسة الرياضة مش بس بتحسن المزاج وبتقلل التوتر، كمان بتوفر بديل صحي لأضاء الوقت. يعني بدل ما تقعد تتفرج على حاجات ضارة، اطلع امشي أو العب رياضة. الرياضة بتفريغ الطاقة الزايدة وبتساعدك تتحكم في نفسك أكتر، وكمان تحسين جودة النوم حاجة مهمة. لما بتبدأ تظبط نومك ده بيأثر على كل حاجة في حياتك. النوم الكويس بيساعدك تحس إنك مركز ومش مضغوط، وده بيساعد في التقليل من الرغبة في الرجوع للإباحية. نخش بقى على الجزء الثالث والأخير، وهو استراتيجيات التخلص من السموم الرقمية. في عصر التكنولوجيا الأجهزة الرقمية بقت جزء كبير من حياتنا، لكن ممكن نستخدمها بطريقة متوازنة. ممكن نعمل جدول زمني لاستخدام التكنولوجيا، يعني تحدد وقت معين بس لاستخدام الإنترنت والتليفون، ومش يكون ده كل وقت. كمان نقدر نستخدم تطبيقات لمراقبة الوقت اللي بنقضيه على الأجهزة دي عشان نعرف نتحكم فيها. في النهاية دايما تفتكر إنك تستحق حياة أفضل، وإنك تقدر تتحكم في حياتك واستخدامك للأجهزة والتكنولوجيا. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا خطوات فعالة عشان تتغلبوا على إدمان الإباحية. لو عندكم أي أسئلة أو عايزين تشاركونا تجربتكم، ابعتولنا في التعليقات أو على صفحتنا على السوشيال ميديا.